حكاية العصا دي بتعالج بقى ازاي بالعصا هنا يا استاذ اشرف؟ هو حضرتك المريض ما بيجي اساسا بيبقى عنده الخلفيه بيها، ان جاي عن طريق مثلا واحد قريبه جاي عندي اخد جلسه ربنا كرمه وخف، فبتيجي من فقرات معينه بعالج العصا بطريقه معينه. انت بتعالج ايه؟ الغضروف والغضروف. طب بس اي حاجه متعلقه بقى بالعمود الفقري والحاجات دي؟ بالعمود الفقري بس، لما غضروف الركبه لا. القطنيه العنقيه عرق النسا ده بعالجه. بالعصا. بتعمل ايه بالعصا؟ بمشي على جزء معين من الغضروف. حضرتك الغضروف بيبقى نازل ايه؟ بيبقى في بعض نازل السائل المنوي بيبقى ناشف. فممكن ينزل سنه صغار بينزل حاجه اسمها عرق النسا. بيأثر على الرجل. فبيلاقي الرجل عنده تقيله او منمله. سائل منوي؟ ملوش دعوه بسائل المنوي. ايه سائل منوي؟ لا الماده الغضروفيه حضرتك. مش اسمها سائل منوي؟ الماده الغضروفيه معلش. ما هي دي المهزله اللي احنا فيه. دي لا مش مهزله حضرتك. سائل المنوي ده سائل منوي في الظهر. تعبير يا فندم. سائل منوي ده في العلاقه الجنسيه. معلش انا اسف يا فندم. مهزله والله مهزله. الماده اللي حضرتك. اسمها سائل منوي؟ معلش انا اسف التعبير حضرتك. يعني انت فاهم بتقول ايه؟ فاهم بقول لحضرتك. مش فاهم خالص. سائل منوي في الظهر. عارف يا فندم سائل منوي الجنسيه. في الظهر؟ في الجنسيه لا يا فندم مش في الظهر. أبوك آسف معلومية. ماشي، أمال اسمه سائل إيه؟ ده حضرتك المادة الغضروفية حضرتك اسمها إيه؟ اللزقة. أساعدك أساعدك؟ اتفضل يا فندم. سائل هلامي. سائل هلامي. ماشي يا فندم. سائل الهلامي. أيوه. خلاص ضاعت منك. أول القصيدة كف. دي مساعدة كف. بس هو من حقه كطبيب إنه ينزعج لما يلاقيك وأنت بتتكلم. سائل منوي في الظهر. وانت بتتكلم عن الضعف فبيطلع منه سائل منوي. ايه المهزله اللي احنا فيها؟ ده احنا في مهزله فعلا. يعني لا مش مهزله. مهزله والله. ما طيب لفظ التعبير. طيب ماشي يا فندم. طيب استاذ علي بس. طيب. مش عارف اسمه حتى. اشرف. استاذ اشرف قصدي. اتفضل يا فندم. بيجي لك اولا بيجي لك ناس فعلا كتير بتتعالج كده. بتجي ناس كتير فعلا بتتعالج من كل البلاد. انت فاتح ايه؟ كان عندي مركز الاول حضرتك. مركز؟ عياده. لا مش عياده حضرتك. ما بقولش انا طبيب. كان عندي مركز. مش عيادة. مركز إيه؟ ميكانيكا سيارات يعني؟ مش ناس بتيجي تتعالج؟ مش دي اسمها عيادة؟ لا العيادة لو انا قلت طبيب. هنبتدي نتلعب بالالفاظ من دلوقتي يا جماعة. لا عيادة لو قلت انا طبيب. انا مش طبيب. امال بتعالج مرض؟ انا بعالج بالعصا. يا نهار اسود على المهزلة اللي احنا فيها دي. جريمة. طب خلينا نسمع حضرتك. خلينا نسمع حضرتك. بس دي جريمة. انت صدمت مبكرا يا دكتور. ايوه يا فندم ماشي. اختلاف في الرأي. جريمة. ده مش اختلاف رأي. انا بتكلم على جريمة على الهوا. مفيش مشكلة. واحد بيضرب ناس عندهم غضروف. طيب. ومعانا استاذ. استاذ اشرف ما احنا هنسمع لسه. بس حاجة غريبة يعني بصراحة معلش. استاذ اشرف بس خليك معايا خطوة خطوة. اذا انت بتقول انا بعمل ايه؟ كان عندي مركز. والمركز ده كاتب عليه يفطر ايه؟ ولا يفطر اي حاجة في العيادة. بيجي حضرتك يفطر. بس الناس بتجي لك. الناس بتجي له وبتعالج. وعارفاك. ويقولوا ده الاستاذ اشرف اللي بيعالج الظهر. وبسافر جميع البلاد حضرتك. وبعالج ناس كتير الحمد لله. طيب العصايا بقى بتستند لايه؟ بس انا همشي معاك خطوه خطوه لان احنا بنناقشك. اتفضل. يعني فين العصايا وفين العصايا كده؟ معايا العصايا حضرتك. هذا العصا. طب كيف تكون هذه العصا اله علاج؟ مين اللي قال انها اداه علاج؟ دي اولا حضرتك. لا خليها استنى. ماشي اتفضل يا فندم. دي اولا لما كنا في البدايين زمان. ولكن ما كانش فيه طب. هي عصا ايه؟ خشب؟ عصا خشبيه يا حضرتك. ده عصا خشبيه عاديه. عاديه جدا. ما فيهاش اي حاجه. ولا فيها جن ولا فيها مثلا واحد يقول لك ايه ده معالج جن ولا الكلام ده كله. طب إيه ازاي بقى ازاي عصا خشبيه تقليديه عاديه تتحول الى اداه من ادوات العلاج؟ ده احنا بنروح للناس علشان نقعد في 30 40 ماشين وبتدخل على حاجات كتير. انت بحته عصايه خشب تعمل كل اللي بيعمله بأمر كرم. المعدات الطبيه انا سبب. انا سبب. بتعمل ايه بقى؟ طيب اشمعنى العصاية؟ العصاية عشان هي ماده ناشفه شويه عن ايدي. طب ما كان ممكن تجيب حديده. لا حديده تعور حضرتك. ناشفه وما تعورش. دي ناشفه وما تعورش وناعمه. وناعمه. ناعمه. ما تجرحش. بتعمل ايه بقى؟ بتمشي على الفقرات. بمشي على فقرات معينه هنا هو حضرتك برد الفقره مكانها وباجي بايدي. باجي بايدي وبعد كده بروح نازل الفقره بترجع الفقره بترد مكانها حضرتك كده اهو. بزق الفقره كده حضرتك بتنزل مكانها. طب انت درست عشان تعرف الفقره دي ايه وفين و... طب انت اصل انت ممكن تجيب شلل لحد لو ما عندكش خلفيه.
انت ما درستش. جبت الخلفيه منين؟ دي حاجه ربنا حضرتك. كنت بعالج ناس اساسا، كنت قاعد مع ناس عرب وانا في الجيش، كنت قاعد مع ناس عرب. لا يعني انت دلوقتي عرفت الفقرات دي ازاي؟ ما هو ده علم، ده الناس بتقعد. طب نلغي بقى كليه الطب، كليه لا ما بلغيش كليه الطب حضرتك، ما بقولش الغى الطب. طيب يعني ما هو اكيد ده بيحتاج الى انك انت تبقى عارف انه ده بيتكون من كام وده الفقره دي ايه وازاي. انت بتقول لي بتزقها، انا حاسس ان انت بتزق عجله الكاوتش بتاع. لا مش عجله الكاوتش حضرتك، ده علم برضو حضرتك، ده علم زي الحجامه علم، او مثلا علم ازاي بيستند لايه، اسميه علم درسه فين يعني حتى. لا ما قلتش درست حضرتك من غير ما دراسه، ما قلتش دخلت الكليه الطب. هي الحجامه اصلها موضوع قديم، عشان كده انا هخليها للاخر. طب ما برضه انا بقيت دلوقتي لاول ما، لان كلنا بنعاني، انا وانا قاعد معاك كده كلنا بنعاني من الام الظهر، لانه مهن اللي البلوس. اللي يحكم بين حضرتك وبيني المريض، هل لو في مريض انا يمكن ان تبيع له الوهم يا الوهم حضرتك ازاي؟ ده الدكتور حامد لسه انت ما كملتش وقال دي جريمه. طب لما نسمع بعد كده قال هو الوهم حضرتك ال 10000 15000 نفر 1000 نفر ولا مليون حتى، هو لما الجريمه تتعدد خلاص بقت حلال. طب حضرتك ومين قال لك انك بتعالجه؟ اللي بيني وبين حضرتك المريض، يجي لي المريض وحضرتك انا عالجه قدامك، وهات مريض من طرف حضرتك تقول انت عامل له اشاعه وعنده الفقره القطنيه او العنقيه. طب يعني انت بتلعب الدور اللي بتلعبه اجهزه الـ الاشعه تشخيص. واللي بتعمله كل الاجهزه الدكتور هيقول لنا ايه انواع هذه الاجهزه. انا حضرتك ماليش دعوه بالاشاعه. لا افهم. حضرتك ما انت اذا كان انت عارف الفقرات ما من غير ما تشوف الاشاعه، انا بفهم في الجسم البني ادم قدام مني حضرتك. خليني احكي لك حكايه. طيب قبل ما ادخل لده، بس انت بتقول انه ده وفي انتوا بتعلموه لبعض، في زيك كتير يعني، في زيك كتير جدا، وانتوا عاملين تجمع مني. عاملين تجمع مع بعض ولا لا كل واحد بيبقى ليه مجال؟ بتاخد كام في الـ دي نسبه وتناسب حضرتك في الراس؟ 1000 يا حضرتك 1000 جنيه مين قال لحضرتك كده؟ يعني حتى لو ببلاش ما هي جريمه برضه، ما هي لو ببلاش جريمه. لا بقى حضرتك حتى لو ما بياخدش فلوس هي جريمه على فكره. لا يا فندم مش مع طبعا الشيخ جمال. عارف الشيخ جمال؟ عارف الشيخ جمال. انا ده انتوا عارفينه يا دكتور، لان اكيد بيجي لك المريض يعرفوا من حضرتك بالظبط كده. طيب الشيخ جمال طيب بتاخد كام؟ انا مش يا عم علي، يا عم اشرف، استاذ اشرف انا اسف. اتفضل يا فندم. انا مش بتاع ضرايب، انا بسالك ليه؟ علشان اشوف هل المساله كمان مرتبطه بان في بعض الناس يقول لك ان العلاج بقى غالي قوي فانا اروح للراجل ده لانه بيديني برخيص، ولا في ناس كده؟ ما هو الحجامه العمليه كنت لسه بتكلم معاه معالي، قال لي بقول لي الحجامه زادت تاني، بقول له ليه؟ عشان قال لي لان العلاج زاد جدا. بالظبط كده حضرتك. النهارده الدكتور وطبعا الاساتذه قاعدين، العمليه النهارده مكلفه بتعدي 30 و40 الف جنيه. عندك بقى ممكن يدفع كام؟ ممكن من 50 ل 100 150 حسب البني ادم قدام مين. الجلسه حضرتك انا بعمل 3 جلسات جلسة. كل جلسه اسبوعيه، من جلسه لجلسه اسبوعيه. ولو هو تعبان ومش قادر يقوم بسبب الام الظهر بامرك يا رب من اول جلسه بحس التحسن حضرتك، بعد الجلسه الاولى بخمس دقائق بحس في معاه تحسن، ما بقولش بعمل له الجلسه يقوم يجري. بقول تحسن. طيب من اول دكتور جلسة. علاء لانه ده تخصصك يعني هحكي لك حكايه بسيطه جدا حصلت معايا انا شخصيا. مساعد اول وزير الداخليه رئيس جهاز قطاع الخدمات الطبيه كلمني في يوم قال لي دكتور علاء لو سمحت تعالى، عندي دفعتي وحبيبي وصديقي مدير امن احد المحافظات جايباه بالطياره مش قادر يتحرك وظهره وعنده غضروف ولازم تشوفه. بس ده من زمان بقى، مش زمان كتير يعني، من 7-8 سنين. المهم قبل الثوره ولا بعدها يعني؟ قبلها على طول. قبلها. يعني انت عايز تقول بما فيها حتى الطبقات اللي هي يجب انها يعني ملجاها يبقى العلم وكل. لا ولسه كمان اصل يعني عايز اوصل لحاجات بعد كده كمان. وقال اتفضل. فرحت شفت، رحت مكتبه، كان معاه الاشعاعات بتاعه الراجل، عنده غضروف محترم كبير. قلت له بص ده محتاج عمليه مفيش كلام. قال لي تعالى انزل اقنع الراجل بقى بالعمليه. نزلت بفتح الباب، دخلت لقيت الراجل
نايم على وشه في الارض، مدير امن احد المحافظات نايم على وشه في الارض، وفوقيه الشيخ جمال اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه، ومعاه العصاية ياها دي. الشيخ جمال ده مشهور في المجال، في امبابة، ده قطب من اقطاب الطب بالعصا. نعم. العلاج بالعصا. نعم. صورت صورة كبيرة وقلت له يا فندم بقى يعني في مستشفى الشرطة في العجوزة هذا الدجل والشعوزة يبقى موجود فيها. حضرتك في معرفة عرض كلام في الدجل والشعوزة. خليه يكمل. هثبت لك حالا دلوقتي ان انت اللي انت بتقوله كله ده دجل وشعوزة. لا مفيش دجل وشعوزة حضرتك. لا دجل وشعوزة ده اصل اللي هو معلى جدا يا خشب. خليه يكمل. دجل وشعوزة. لا دجل وشعوزة مش جن. دجل وشعوزة انك تغيب العقل. بيتسع لحاجات كتير. وانك انت الدجل والشعوزة انك تغيب العقل، تغيب العلم، تغيب الطب. انت دارس هو كل ده دجل وشعوزة. مش دارس حضرتك، ما بقولكش انا دارس. يبقى انت بتشتغل اللي انت بتشتغله ده ليه؟ جريمة والله. جريمة انت بتشتغل اللي انت بتشتغله ده ليه؟ جريمة. يعني الراجل اللي قاعد قدامنا ده طيب. لو مش دارس اعلام يبقى قاعد قدامنا ليه؟ حضرتك ده شيء وده شيء حضرتك. انت دارس ايه؟ مش دارس حاجه حضرتك. ابيض كده؟ انا بس عايز ما بقولكش طبيب. ايوه انت معاك ايه؟ معيش شهادات. طب انت مصدق اللي انت بتقوله؟ بشوف بعينه وبصدق بيه. استاذ اشرف ده بيعالج بقاله سنين كده. طيب. 17 سنه حضرتك. 17 وانا على هوا. بعد الثوره، بعد الثوره اللي انا صرتها على مساعد اول وزير الداخليه ده خرجنا الراجل اتحسن ورجع تاني المحافظه بتاعته. وبعد يبقى الشيخ جمال عالجه. وبعد اربع ايام رجع تاني المستشفى بفوت دروب اتشل. يعني شلل. 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 ما انا لسه بقول له انت ليه؟ الشلل انت بعد اذن حضرتك الشلل يجي وقتي. يا استاذ اشرف ممكن تسمعني ثانيه واحده؟ اتفضل يا فندم. هو اللي بيعملوه ايه؟ ما هو ليه اصل طبي. هما ما بيعملوش كده من احلامهم. هو بيضيع الالم. الالم دي، الالم ده نعمه من عند ربنا، ان يقول لي ان عندي مشكله جوه في جسمي الحق استشير حد متخصص، لان عندي مشكله شغاله جوه. لو الالم ده راح هتفضل المشكله شغاله مش هتقف، بس هتجيلي بقى بكارثه، لان مفيش الم، خبى الالم. هو مش مدرك الجريمة اللي هو بيعملها، لان هو مش عارف ان هو بيخبي حاجة نعمة ربنا مدهلنا ان يبقى عندنا وجع. فقول يا ناس الحقني يا فلان. طب ما هو بيقولك انا ازيل الاوجاع. ما هو ازالة الوجع دي مصيبة. حضرتك بتقول يجيب شيء بعد اربع ايام. لو الشيخ جمال او غيره او بذكر اسماء عمل الجلسة اللي احنا بنعملها حضرتك وجاله الشلل، المريض بيتشل في ساعتها يا استاذ وائل. لا يعني في بتشلف ساعتها حضرتك. حتى لو بتشلف ساعتها المريض يتشلف حضرتك. انت مبسوط بكده يعني؟ يعني انت اربع ايام انت لو دحت انا هي بس حضرتك بتقول اربع ايام جاله شلل بعد اربع ايام من الجلسه. طب اقول لك نصيحه. اتفضل يا فندم. نصيحه بجد اخويا. اتفضل يا فندم. اشتغل في المخدرات احسن. مخدرات؟ هقول لك ليه. بتاع المخدرات ده بيجي هو متنيل على عينه، عارف ان هو رايح النار وعارف ان هو بيموت نفسه، وبيجي هو ميت ميت. طب انما المريض ده المريض ده يا راجل، المريض ده بيجي بيحط في رقبتك امانه، تقوم انت تعمل له مصيبه. رقبه واحد مش دكتور يا جماعه. والله انا عايز اقول في مهزله يا استاذ وائل. في مهزله. ما انا طبعا ازاي دوله، أنا ازاي دوله قاعدين بنتناقش. طيب ان واحد بقاله 17 عايز تقول ايه يا دكتور عشان اسمع. 17 سنه بني ادم بيتعامل مع مرضى في خلال اربع 17 سنه. هل دي دوله؟ بعد اذنك يا دكتور حمد بيه. اتفضل. في خلال الاربع ايام دول اللي هو الراجل اتحسن وانا استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري فاشل ومش عارف حاجه، والشيخ جمال ده احسن مني مليون مره. وبالعصايه دي صديقي مساعد اول وزير ده قال لي ايه؟ قال لي علاء نصيحه اخويه، اقفل عيادتك، انت بتاخد 100 جنيه في الكشف والحاج جمال بياخد 1000 جنيه، روح اتعلم من الحاج جمال واقفل عيادتك وسيبك من وجع الدماغ ده. صح صح. اربع ايام انا مش عارف عدوا عليا ازاي لحد ما الراجل رجع وهو مشلول. المصيبه بقى السوداء ان انت ساعتها، ساعه لما بيحصل فود دروب او الشلل، بتبقى تيجي تعمل له عمليه زي غير عمليه. العمليه لن تؤثر في شيء، هيفضل بقيه حياته مشلول. العصب باظ خلاص. شفت ليه انا بقول له اشتغل في المخدرات احسن؟ ده حضرتك مش شغال في المخدرات الحمد لله. دلوقتي انا بعالج بقالي 17 سنه. 17 سنه؟ مصيبه. 17 سنه. طيب دكتور، انا مش انت مركز على النقطه دي؟ 17 سنه بعالج بني ادمين
من جهاء البلاد لو واحد جاله شلل او مريض هل ده مش يعني انت مشهور وبيجي لك عرب وناس من الدول العربيه لا من هنا من القاهره اه ما بلاقش سافرت السعوديه اللي هو روحوا للكويت لا بيجي لي ناس من هنا بيسموك ايه الاستاذ اشرف ولا الشيخ اشرف؟ الحاج اشرف لا الحاج اشرف مش الشيخ اشرف انا ما بحبش كلمه الشيخ عشان ما اخشش في حته ايه الدجل والشعوذه والجن والكلام ده كله طب ما الحاج نفسه معالج غدروف هي كلها الفاظ دينيه كذابه برضه علاقه الشيخ بالدجل الحاج والشيخ والبتاع بتضحكوا بيها على الناس اللي يقول له حاج ويقول له شيخ واحد انت تربط واحد بنتك او ابنك واحد غير طبيب يتعامل معاه انت ترضاها لابنك او بنتك ابسط مبادئ الدين اللي مسمي نفسك حاج والاخ اللي هناك ده شيخ ومربي ده في حد فيكم يقبل على ابنه او بنته طب اسمع سؤالي في حد فيكم اسمع سؤالي في حد فيكم في حد فيكم يعني في اكتر من مريض اكتر من مريض كان هيعمل له عمليه وجه عندي الحمد لله ربنا كرمهم كرمهم ازاي مش عارف دكتور علاء عشان بس النقطه دي يا جماعه بس خطوه هل ده كفر لان الحقيقه احنا واحنا حضرتك 17 سنه وهم